الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام، وأقول متاع الدنيا قليل. حنا كنتواجدوا مور تكنوبوليس سيدي الشافي، غادي نصور لكم واحد المزرعة أو واحد الفيرما صغيرة. إخواني الكرام، حنا الطريق اللي غادي للتكنوبوليسيه هذه اللي كتمشي كتخرج للعرجات، غادي نشوفوا الفيرما اخواني الكرام الصغيره، والقانون كيقول فيها بان هي محفظه. اهلا وسهلا بالجميع، نشوفوا الفيرما وربي يجيب الخير. حنا كما قلنا اخواني الكرام، الطريق اللي كتجيب التكنوبوليس السلسله الجديده كتخرج التكنوبوليس، وهذا الطريق هذه كما كتلاحظوا كما كتشوفوا غاديه للعرجات. هذا الصف هذا كلها فيلات، وهذا الصف كاين فيلات. المزرعة إخواني الكرام هي هاد الباب ديالها خاوية ما مسكوناش، غادي نشوفوها من الداخل كي دايره، ونتمنى الله سبحانه وتعالى تيسر الجميع. هذا كاين هنا جار، وكاين هاد البناية كما كتشوفو بحال شي لابونكالو واقيلا هاد. لابونكالو بحال لابونكالو كبير، راه كاين فيها بوك شوفو خاصها الإصلاح ديالها وصافي. هدا وريك بالعود. هنا كما كتشوفوا عاوتاني اخويا الكرام كيسكن هنايا جنبها بسياجة طبعا شدة على القدرون. هنا باش نكونوا واضحين، الرخص حاليا ديال البني واقف، ما كيعطوش الرخص ديال البني. علاش؟ الله اعلم، الانسان خصو يبحث ويسول على راسو، ماشي عيب. هذه البنايه اللي كتواجد وسطها، البير هو هذاك، البير تقليدي. ما شاء الله، هنا كاين بير، هنا هذا بير فيه الماء السير ديالو. من الداخل مش مشكل، هذا سكن من الداخل كلها عود. كوزينة، كاين صالون، كاين بيت، الله يجعل البركة. وهذا حمام. لا لا شرجم، عطيها واخا حلي سوا شويه بعد. دي كوزينة، هذا مبني مسقف بالعود على ما اظن والقرمات. هذا الشرجم الشرقي، وهذا راه جارو كاين هنا، جار ديالو ساكن. هنا في كاين صلاة، تشوف الجهة الخلفية. صافي خليك بس يحسن صافي يست. هادي كاينة هنا لي تيراس،
السكن يمكن له دير بحال داك الشكل ديال لابونغالو الشكل ديال بالعود، يعني خصو ترميم او يتعاود من جديد. اللي مهم هي قريبه ارض فيها 5517 متر محفظه تيتر فرنسي شد على القدرون شد دايرين بها الفيلات. هادو فيلات كلهم كما كتشوفوا اخواني الكرام، هادو فيلات اخوان بكل وضوح. هنا الارض محفظه تيتر فرنسي شد على القدرون، مورها تكنوبوليس. كاين هاد الارض هادي اللي فيها او هاد المزرعه هادي اللي فيها 5 ديال الهكتارات و517 متر في شهاده الملكيه في التيتر. انا كنسطر على التيتر باش نكونوا واضحين. هنا اخواني الكرام القضيه ديال الرخص ديال البني حاليا كنهضروا دابا على حاليا وقف، ما كيعطوش الرخص لان كما كنقولوا كنسمعوا من دون اختصاص، ما كنسمعوش من الناس اللي يعني ما حنا كنشوفوا من الناس اللي هما في الميدان تيقول لك غادي يكون فيلات هاد البلاصه غتكون فيها فيلات. والله اعلم والله اعلم، لان البلان راه غادي يخرج وغيدير الاعلان ديالو كلشي غادي يطلع عليه. الحمد لله حنا بلاد القانون والشفافيه. الفيلات اللي كاينين تبارك الله، شوف فيلات فخمات هنايا. نوع التربة إخواني، نوع التربة رمل من زاوية واحدة أخرى، كلها مشات هكاك. فكاين لابونغالو، فكاين ديك السيبري لابونغالو، وهبطت لتحت اللي كتشوف العرجات. على كل حال هذه أرض كما كنقول إخواني الكرام هي أرض محفظة. اهلا وسهلا، كلشي بخير، انت مزيان، انت درويش 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 درويش، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. سميتك ترى كيتعداو عليك تيقول لك حمار، والله الا كيتعداو عليك انت ما حمار ما والو. حمار هذاك هو اللي ضرب هذاك الحمارة ديال الزاكورة اللي على البطيحة، هذاك هو اللي خصنا نسميوه. وما انت بالعكس دير الواجب ديالك كما انت كما خلقك الله، لا اله الا الله. الاشجار اخواني فيها الاشجار متنوعة، توت لافوكا الحامض. المهم خصو اللي غيدخل اخواني الكرام راه غيدخل توت. انا نقيس التوت اسيدي ماشي مشكل، مرحبا بكم. ها هو واجد تبارك الله ما شاء الله، صيد صيد جنا ياك. حريص يمدح علينا. هادشي اللي طلع اخواني اخواني اللي بغاها غادي يتصل على الرقم ديال الهاتف اللي غيكون على الشاشه، وغنزودوه بجميع المعلومات وغنزودوه بجميع الوثائق واللي هي قانونيه. اهلا وسهلا بها، اللي هي قانونيه اهلا وسهلا بها. هادشي اللي كنركزو عليه، إنسان حنا مع القانون، والعقار خص يكون قانوني. أما الإشاعات اللي طالقين على سيدي الشافي، هذيك الإشاعات لا أساس لها من الصحة. الناس ساكنين ما جا عندهم حتى شي واحد، حتى شي واحد ما حيدهم رزقهم. اللي غيخالف القانون راه غيتعاقب، صافي خالفتي القانون
بنيتي بلا رخصه او بنيتي بلا قانون راك طبعا ما تمدلومش راسك، ما تقولش راه تعداو عليك. اما الناس محافظه الارض ديالها ساكنه في ارضها، ما عندها كان شي تغيير لصالح الدوله. اهلا وسهلا، راه اي واحد راه كيتعاوض باش ما ندخلوش شكوك الناس. هادشي اللي طلع، سولنا الناس هنايا، بحثنا في الفيلات، سولنا الفيلات، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. واقفين الرخص، ربما خصهم يضبطوا هاد الامور، وحنا معاهم وعندهم الحق. الطريق اللي غادي سيدي الشافي اخواني هي هادي، وهادي كنمشي للتكنوبوليس، وهاد الجهه كلها فيلات، وهاد الفيلات هادو اللي هنايا، وهنا كاين منتجعات. هنا اخواني غادي نودعكم، وغنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى عقار اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.